اهلا بكم متابعي فاستفير، رجعنا لكم في لقاء جديد. الوطنيه اللي نسناها بواحد الشكل كبير في التظاهره الكرويه والانجاز التاريخي اللي حققه اسود الاطلس مؤخرا، ولكن الوطنيه اللي غنيو على اليوم هي اسمى انواع الوطنيه. هي الوطنيه درجات بطبيعه الحال، وباش ندويو او نبرزو هاد الدرجه من الوطنيه معنا اليوم واحد الضيف اللي اعطى كثير لهاد البلاد حتى لحد الان ما خداش قد ما عطى. اليوم معنا احد المعتقلين السابقين في سجون البوليزاريو، ماشي معتقل مدني او لا شخص اللي كان غير شخص عادي، وانما هو من الجنود ديالنا، يعني الجنود اللي ديجا كيضحيوا بريوسهم على قبل هذا الوطن. فاهلا بك سي جلال مطري. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر انفاس بريس اللي تحتنا الفرصه، وكنشكر العاملين فيها تحتنا الفرصه يعني باش نعطيو بعض الحقائق على الوطنيه وبعض الحقائق اللي واقعه في 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 الناس يعني اللي هما ضد الوحده الترابيه. ومن هذا المنبر هذا كان نسلم على بعض الاخوه اللي كانوا معايا، 2400 ديال الأسرة اللي هي دابا تقريبا 500 اللي هي ضاعت ملي جات هي في الفراش وضاعت، الله يرحمهم ويوسع عليهم. وانا كنبلغ اليوم السلامي الحار ديال المناضلين ديال الوطنيين الحقيقيين اللي صبروا مده 25 سنه ديال الاسر اللي ما كانش سهله، اللي كان فيها القتل وكان فيها كنضموا صوتنا لك وكنترحموا على الناس الشهداء اللي ماتوا وكنبلغوا سلامنا للناس اللي باقين على قيد الحياه. فسي جلالي، الا كان ممكن تشاركنا جزء من المعاناة اللي مريتي فيها في فترة ديال الاعتقال. اولا كيفاش تم الاعتقال ديالك؟ الاعتقال ديالي ما كانش سهل، يعني انا الاعتقال ديالي بحالي بحال الاخوان اللي هما كانوا كيشاركوا في العمليات وكانوا كيشاركوا في تنشيط حملة تنشيطية، لان حنا كانوا هذوك الناس يعني كيتكونوا مرتزقة، وحنا يعني في الفترة الأولى فاش كنا يعني ما كناش كنعرفوهم يعني شكون هما، ولكن تعرفنا عليهم في الأخير مع المدة ومع الوقت يعني ومع التحكي محكوكين معاهم في العمليات وفي عدة مناطق، وفعلا يعني عاش ولينا عرفناهم. إذا الوقت اللي كانت المسيرة ومن وقتها اللي رجعت المسيرة يعني اللي كان عطى التاريخ اللي كان رسمها صاحب الجلالة رحمه الله، عطى التاريخ هذيك رجعات حنا شدينا البلاصة ديالهم وولينا تنديروا حملة تنشيطية. أما قضية ديال العملية، كانوا عدة عمليات، ماشي عملية واحدة ولا جوج ولا ثلاثة اللي شاركنا فيها، وماشي غير أنا، حتى الإخوان كاملين بكل صراحة، هذا صدق منا حنا، يعني كلهم شاركوا ببطولة وشدينا أسرى وشدينا أسلحة وشدينا عتاد وشدينا. لكن يعني السؤال ديالك يعني ماشي كانت الأسر عندي غير أسر، كانت مدة ديال العمل يعني ديال التنشيط وديال عمليات وداعات باش تشديت، لأن حتى شدينا. وهذا هو الجندي كأنه يعني بحال الصياد، مرة يصيد مرة يطيح في حفرة مرة، هذا هو الجندي. الواجب الوطني ديالو هو حمايه يعني انت تشديتي سي جلال الفطري وانت كتادي الواجب الوطني ديالك، يعني قول لنا كيفاش تم القبض عليكم. القبض بكل صراحه يعني كانوا عده عمليات كما قلت لك في البدايه، وكان دائما يعني كتلقى الاوامر بانه غادي تمشي البلاصه الفلانيه، مثلا سيد احمد الرقيبي او السكن او مهريز او تيوطاف او المحرتيه، هادو اسماء يعني داخل الصحراء اللي بدا دير حمله تنشيطيه. كما قلت لك يعني الجندي هذا هو الدور ديالو ديما. شنو المنطقه اللي تعتقلتي فيها؟ هي هما مناطق انا تبليسيت فيهم وتبليسيه من اخوان، هي المنطقه اللي تشديت فيها انا منطقه ما بين راس الخنفره وعقلة اللبن، هذا راه تيعرفوه الاخوه اللي كانوا معايا وتيعرفوه الصحراويين، والسكن
وقرير الخشب. مش نقلبوا المشاهدين هذه المناطق قريبه لاي دوله هاد مغربيه؟ هذه المناطق كلهم مغربيه، كلهم ديالنا، كلهم يعني احنا كننشطوا المرتزقه منهم، يعني احنا عندنا حدود معروفه دوليا، يعني هذه المنطقه اللي قلت لك راه تيعرفوها الاخوه اللي كانوا معايا، تعرفوها بترابه تسميه. المهم قرير الخشب معروفه، وبالاخص معروفه عند الناس يعني الوحدات اللي هما صحراوة اللي كانوا معايا، لان انا كنت مع الوحدات اللي هما يعني تتكونوا 150 رجل اللي هما كانوا تدخل سريع، وانا كنت من الناس يعني ديال الناس ديال الداخل اللي معاهم انا. وقعت العمليه، يعني مشينا باش نغيتو، باش غادي نغيتو واحد المجموعه كان فيها كابيتان العروسي من هذا المنبر كنسلم عليه، بطل كنسلم عليه يعني باش نغيتوهم. وفعلا يعني داروا لنا واحد الكمين، وهذا الكمين كانوا فيه الجزائريين كثار، وكانت فيه اسلحه ثقيله، يعني احنا ماشي المجموعه اللي انا معها عندها تجربه، عندها امكانيات، عندنا كل شيء الحمد لله، يعني وقضينا الغرض فيهم. ولكن هما احنا غادي نكونوا انا من الاخوه اللي كانوا معايا صحراوة، كنا في الخطوط الاماميه. الخطوط الاماميه لا بد غادي تبليسه، غادي تتاثر، غادي هذا. هذاك الوقيته احنا فاش تشدينا معهم، يعني تشديناهم شديتو مع الجزائريين او لا مع المرتزقه؟ مخلطين. دابا باش نفهم المواطن، المواطن يفهم بان كاين المرتزقه تيمشيو بالاسلحه الرقيقه، وكاين الجزائر كيضربوا بالاسلحه الثقيله، يعني باش يعني الوقيته اللي كيشوفوا بان البلاصه يعني فيها ناس قلال كيهدموها، كيرجعوا للجزائر ما تيبقاوش يبانوا، باش ما تكشفهمش الطياره، باش ما تكشفهمش الطيارات الثوار وداك الشيء، كيغبروا تيبقاو غير هذوك المرتزقه. لقاو شي واحد مبليسي، لقاو جوج مبليسين كيهزوهم يلاحوهم ويهربوا خوف من الطياره. يعني هادشي هذا يعني طويل وحكايه طويله بزاف، ما ندخلوش في التفاصيل ديالها. نعم. وغنمشيو ننتقلوا مباشره. نعم. لان عارفين انك دوزتي واحد المعاناه حقيقيه. نعم. في السجون شحال المده ديال السجن ديالك كانت؟ هذيك الساعه كانت عندي تقريبا شي 23 عام وشي شهور. وشحال دوزتي من بعد؟ 25 عام. 25 عام وشي سيمانات هكا. وكيفاش تم الاطلاق ديال السراح ديالك من بعد ما تعرضتي للتعذيب؟ حنا عارفين انك تعرضتي للتعذيب، تعرضتي لمجموعه من الامور اللي ما كيتحملهاش شي واحد، ومع ذلك ما نقصتش من الوطنيه ديالك وحبك لهذا البلد. كيفاش رجعتي للتراب يعني لبلادك؟ كيفاش رجعت البلاد؟ هي المعاناة. اولا احنا الا بغينا نهضروا على المعاناة نهضروا عليها تقريبا 4 شهور ولا 5 شهور وما تساليش، وماشي غير انا، واي واحد من الناس اللي كانوا معايا الا وهاز حق عنده حقيبه ديال نوعية التعذيب اللي تعذب مكاتبها في قلبه وفي صدره وهازها مسكين معاه في هذا. ما كل واحد عندنا تعذيب خاص به. إذا لو كان نحكيو على 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 الطريقة باش رجعنا والطريقة باش تشدينا راه حوار طويل. بالاختصار الوقيتة اللي دوزنا عامين 3 سنين في الأسر، ولينا غاديين كنفقدوا الأمل، ولكن حاجة واحدة اللي عندنا الأمل هو في الله، والأمل هو أدينا الواجب، ما يبقاش فينا الحال اللي نمتنا، ما يبقاش فينا الحال. علاش؟ لان ما كانش عندنا الاخبار ديال الوالدين، ما عندناش الاخبار ديال 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 الوطن، ما عندناش اخبار، ولكن كنتزتوا عليهم من طرف اذاعه ديالهم، دايرين اذاعه في الحيط ملصقين ديال البوليزاريو، وكيقولوا الخسائر اللي تلقاو ليها والعمليات اللي داروا وهذا، وكنتصنتوا من داك الشيء. هذاك علاش كنطمئنوا بان ديالنا راهم باقيين شادين، يعني شادين معاهم وكيهلكوهم وكذا وكذا. هذه من جهه. من جهه يا الاخت، بان الوقيته اللي تشديت انا اللي كان شي حاجه اللي اثرت فيا بزاف، وكانوا معايا انا كما قلت لك في البدايه كانوا معايا 150 صحراوي من قبيله كوت، قبيله معروفه. وهذه القبيله هذه كانت
في طنطان والمسيد أو الطيح تلزق، هذا كان كلها يعني سيكتور ديالها تتقوم به، أي حاجة تحركت تما إلا وتمشي لها. أنا كنت معهم الوقيتة اللي شدينا تشدو معايا صحراويين مغاربة الصحراء، صحراويين مغاربة أحرار بهذا المنبر هذا في هذه البلاصة اللي أنا بركيت نوجد لهم تحية ديال البطولة وديال الأبطال يعني إيغوت، وماشي غير هما، كاملين الوحدات وكاملين اللي كانوا معايا راني قدمت لهم التحية الإخوة اللي كانوا معايا. إذا لقاو واحد لقى أخوه قائد الكتيبة، وهذا كل شيء الأسرع عارفين هذا الشيء، هذا قائد الكتيبة ديال البوليزاريو، واحد تاني رجل كبير شي شوية كبر منا في ذاك الوقيتة ولد أخته، يعني كتلقاو من عائلتهم نقول لك أنا ضدهم. اللي نقول لك أنا يعني ما سلموش عليهم، هادو اللي عندنا حنا مغاربة صحراويين ما سلموش على هادوك اللي هما صفوف البوليزاريو، جاو عندهم وعرفوهم وعلقوهم وقالوا لهم بعدوا من هنا. ورغم هادشي هذا تشدينا وداونا لتندوف ومشينا لتندوف ودخلنا لما يسمى بالرابوني وما دخلنا لما يسمى بالتسعيني، وهزوهم وداهم المعتقل خاص 12 اكتوبر ما يسمى ب 12 اكتوبر خاص للتعذيب، تعذيب باش يرجعوا صحراوي يرجعوه من معاهم يعذبوا حتى يسلم يعني يدخل معاهم الحزب ديالهم، يعني يدخل المرتزقه تاعو، وهما ما بغاوش وبقاو هكا كيتعذبوا، يعني كنوجه لهم تحيه. ثانيا الوقيته اللي رجعوا ورجعوا معاهم، ولكن كان الهدف ديالهم، علاش كنهضروا على الوطنيه، الهدف ديالهم هو معلومات، جمع معلومات وهربوا جاوا البلاد ديالهم. الان دابا بالسميات ديالهم نعطيهم لك، بالسميات ديالهم هاو في طنطان، هما بالسميات ديالهم هاو في طنطان ابطال، وهربوا معاهم عائلاتهم وهربوا معاهم اندروفيرات وهربوا معهم أسلحة وجاءوا دخلوا الوطن. هاني في كان الوطن وطني فعلا، ها في كان وبالنسبة لك أنت مني قضيتي هذيك 25 عام، نعم، شنو اللي وضع حد المعاناة ديالك وما خلاهاش تستمر أكثر من 25 عام؟ يعني كيفاش، شنو هما الجهات، واش دخلت لك الدولة، واش جهات أجنبية، شكون اللي خلاك أنك تقدر ترجع لعائلتك والأحضان ديال التراب ديال الوطني ديالك؟ سؤال عشان نقول لك غادي من بعد نجاوب لك على السؤال. بالنسبه لنا الرجوع ديالنا للوطن، يعني تدخلوا منظمات غير حكوميه، وكانوا منظمات كيبنيو لهم وكيقولوا لهم بانهم هادو راه اسرى، ماشي اسرى، هادو راه هادوك الناس المهاجرين ديال الافارقه، هما اللي خدامين وحنا كنخلصوهم باش يتخلصوا من منظمات غير حكوميه وكيحرطوا علينا المهم عندنا نعرف. دانيال ميتيران يعني كانت هي المساند الاول ديالهم، وكانت واحد منظمه غير حكوميه ديال روبير كينيدي، مؤسسه روبير كينيدي حتى هي هذا، وكانوا عده منظمات اللي كانوا حنا الا جينا نطولوا هذا الشيء هذا ماشي نطولوه، انما الا جينا نحكيو ملف طويل ديال المعاناه اللي كنا كنشوفوا بعيننا، ديال الاسلحه اللي كانت كتجي، شكون اللي كيشيفطها، شكون اللي كيجيبها، الدول اللي كانت كتساعد، على ذكر الدول اللي كانت كتساعد الدول. حنا واحد السؤال اللي باغي نشيروا ليه، نعم، يعني نحسموا فيه، نعم، حنا عارفين الصراع المغربي الجزائري، نعم، احنا ما كنهضروش على الشعوب وانما على السياسيين الجزائريين والمشاكل اللي عندهم مع السياسيين المغاربه، نعم. فانتوما قراب من شنو واقع، يعني الخبايا، واش بوليزاريو هي اللي كتحكم الجزائر او الجزائر اللي كتحكم بوليزاريو، والدرجه يعني الصله اللي كتربطهم، الصله اللي كتربطهم، احنا اولا كنا اسرى عند البوليزاريو، والبوليزاريو أسرى عند الجزائر، فهمتي دابا؟ باش يفهموا المواطن المغربي يفهم هذا الشيء، هذا حنا كنا أسرى عند البوليزاريو والبوليزاريو كانوا أسرى عند الجزائر، وما كاينش البوليزاريو كاين الجزائر، وما كاينش كل ساعة خاص يعني أخبار ديال المخيم كلها توصل لتندوف،
المقر ديال الجنرال اللي كان في تندوف، وكيجيو كوماندار تجيو قباطن وكيديو اشنو واقع في النهار ويديو، يعني اي حاجه مراقبين من كل حاجه. حتى حنا كيدخلوا البلاصه ديال الاسر، لان حنا ما كناش يعني محبوسين في غيران او لا محبوسين في بيوت او لا في الشنابر، كان كلشي غيران، ولكن ما كتبقاش فيهم نهار كامل وانت تتقلع في الحجر وتسرح الطرقان، يعني اعمال شاقه، وماشي اعمال شاقه، اعمال ديال الاهانه، اعمال بانه كيجدوا فينا مجموعه ومجموعه ليه ومجموعه ليه، وكيديهم المخيم وسط المخيم وسط العيالات، وتيقول لهم جمعوا هذاك بلا ما نسميه احترام للمواطن، بلا ما نسميه جمعوه بيديكم وديروه باش نحيدوني وننظفوا لهم البلاصه فين تي تبرز ديالهم، يعني شي حاجه اهانه. تيديو مجموعه اخرى عاوتاني المعيز اللي ميتين اليوم في الكوارع ديالهم الميتين، تيقول لك الجمعه هكاك هزها هكاك بيديك ما دير لا كارطونه لا والو، والدو تيطيح معاك، يعني كان شي حاجه اللي هي يعني فتنا حنا ما بقيناش حنا ولينا كنتسائلوا بعضياتنا، تنقولوا حنا واش كندوزوا الصراط، واش هذه قيامه، واش ولكن كان كلشي الحمد لله، تحيه ليهم، كان كلشي تيصبر شي تيصبر شي وشي تيعض في شي، والنهار اللي غادي يجي الصليب الاحمر الدولي والسبب ديالو هما هاد الجمعيه، هاد الجمعيات غير حكوميه اللي كنا كنهضروا معاهم، هما اللي وضعوا خدمه على ديالكم، اللي كنا كنفسروا لهم بانه حنا راه اسرى، حنا راه حنا كذا وكذا وكذا، وراه حنا شدينا اسرى وتلقاو من المغرب، شدينا اسرى وتلقاو من المغرب، وحنا دوزنا 25 يوم وهما ما دوزوش عام ما كملوش، ومنهم شان قريحه ومنهم. المهم انتم دوزتوا واحد معاناه كثيره، ويعني الهضره ما غاديش تختصر داكشي اللي دوزتوه، فجيتوا لبلادكم. نعم. الحمد لله دخلوا لكم منظمات غير حكوميه. نعم. وجيتوا لبلادكم. نعم. بلادكم اشنو عطاتكم كمناضلين كناس اللي دفعوا من حياتهم لهذا الوطن؟ وعلى كل حال النهار اللي جينا حنا قبل ما غادي نجيو، يعني جانا الصليب باش يبشرنا بانه حنا راه غادي نمشيو. صوري هذه خاص كلشي الاخوان راه صرحوا بها الاخوان ديالي انا عده قنوات، وحتى انا تنقولها من هذا المنبر، بان الصليب الاحمر الدولي كيسولنا بواحد طرح لنا بعض الاسئله اللي تيقول لنا واش باغي تمشيو لشي دوله من غير دولتكم، حنا راه صليب وعندنا كامل الصلاحيه باش نوكلكم ونديكم، حنا اللي حنا واش باغين تمشيو لشي دوله اخرى من غير دولتكم؟ نقول لهم كيفاش حنا مغاربه وضحينا ودرنا وبلادنا مغرب ووالدينا مغرب واصلنا مغرب، وتقول لنا نمشيو لدوله اخرى، دايرين فرنسا سويسرا والمانيا، اختاريتو بلادكم. ولكن بلادكم واش تمشي ان اوتر بيي كو فوتر بيي؟ تنقول لهم لا، ما كاينش شي واحد اللي قال لهم وي انا باغي نمشي لدوله اخرى من غير دول. ابدا هذه خصهم المغاربه يكون عن يعني يعرفوا هاد الناس. حنا هذا ميساج كندوزو على الاخوان المغاربه باش يعرفوا يعني كيفاش كانوا التضحيه ديال هاد الاخوان، وجينا واستقبلونا في اكادير فعلا. ولكن يعني واحد المده يعني والدينا ما شافوش، مده ديال 15 يوم تقريبا والدينا ما شافوناش، والدينا بغى يطيروا بالفرحه من اللي كاين اللي لقى معاناه، كاين اللي لقى باه، كاين اللي ما لقى باه مو، كاين اللي هذا كاين كذا، كاين اللي لقى المراه ديالو تزوج بها خوه، عشنا مشاكل الله سبحانه وتعالى يصبرنا، ماشي مشكل. إذن هذه 15 يوم احنا كنا في حاله يرتلها، الناس مسخين خصوصا انكم جيتوا بامراض، الناس مسخين وامراض كثيره. منا الباتيت، هذاك الاخ اللي كان معايا ذاك النهار راك سمعتيه، باتيت سي، ومنها الروماتيزم الحاد، ومنها فقر الدم، ومنها باسكو لان كانوا حيدونا الدم، كانوا على راه تقريبا شي 16 مره حيدتو ولا 17، المهم عندنا غرام
إذن هذيك الفترة اللي حنا بقينا في قدير عطونا دي 15 يوم ديال ديال تحل الحجر ديال 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 لا ديال الماكلة مزيانة يعني صراحة ماكلة مزيانة باش ترجع فيك الروح باش يرجع فيك شي شوية الوجه يتحيد منه داك 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 المهم الحمد لله. من بعد شافونا العائلة من بعد يعني جاو صراحة صراحة جاو المؤسسة اللي تابعين لها عسكرية مؤسسة حسن الثاني قدماء المحاربين وجا الجنرال وجاو لنا يعني بعض السكان فيهم فوطة فيهم واحد صندلة ديال لودو فيهم واحد الماكينة حسانة فيهم هذاك الشيء هذاك يعني كمساعدة حتى تمشي لدارك. تلقوا الوالدين يشوفونا شافونا كذا خيري بعد ولينا فينا ولا فينا شي شويه دابا شاف تيحسنوا ما كنت المهم الحمد لله رجعنا دخلنا قال لك اش عندك اش خدوا والديك اش ما خدوا والديك والديك كانوا كيتخلصوا المراه ديالك كتتخلص انت خليت المراه خليت هادي ما خليت الوالدين الفلوس ديالك تيبقاو صراحه يعني ما نكذبوش اللي ما عندوش والديه فلوسه تيبقاو الدوله شدهم النهار اللي جا وعطوهم ليه اللي عنده والديه والديه استافدوا كلاهم الله يعاون بصحتهم راه غادي راه حنا جينا لقينا والدينا كلاوهم ولا بناو بهم واحد شويه ولا جدوا فيهم راه حنا الحمد لله بصحتهم واخا على الدص ولكن شنو داروا معكم نتوما دابا ديالنا حنا مشكل هما لحد الساعه تنسلوا طويل كنسلوا المساواه بيناتنا شي عنده الكريمة شي ما عندوش شي عنده بقعة عندك كريمة سي جلالي؟ لا يعني كنتي جندي ومعتقل سابق علاش ما خديتيش الكريمة ديالك؟ هادشي علاش قلنا لك المساواة وباش كتعيش دابا سي جلالي؟ تنعيش انا بداك الشوية اللي كيعطيوني راني عايش به يعني عندك شي تقاعد؟ عندي التقاعد ديالي كإنسان خدام في القشلة هنا ما عمرو دار شي تضحية ما عمر ما وقع لي والو خدام في القشلة بحالي بحالو سون لي ميم عندي واحد الريفورم والله العظيم عندي واحد ريفورم غادي نقولها في هذا كاينين واحد المسؤولين الله يجازيهم بخير نهار اللي نزلنا كانوا معنا في الحزام الامامي الخطوط الاماميه ماشي الحزام الخطوط الاماميه من الحزام رمل ولكن كتخرج برا هادوك الناس الوقيته اللي كانوا معنا وضربوا معنا البارود عطونا شهاده منهم بان خصنا هاد الناس نعطيهم واحد الريفور ما بقاوش قادين يهزوا حتى 5 كيلو هذاك الريفورم عاونونا به ملي عاونونا به راه مساكن خرجوا لانتريت الله يجازيهم بخير وكنشكرهم بزاف هادو هما اللي عاونونا هاد الفئه ديال 400 اللي قلت لك مشات منا 500 ولا 600 دابا كل نهار راه حنا كنسمعوا واحد جوج ثلاثه توفوا وهذاك امر الله كجندي سابق عندك دابا عندك عيش بهذاك التقاعد البسيط اللي كتقاداه من الدوله ولكن بالنسبه للتغطيه الصحيه واش كتستافد منها تغطيه شامله انت والعائله ديالك عارفين ان عندك ابناء سي جلالي فواش كتقاد عليهم شي حاجه واش كاينه شي مساعده ملموسه اللي حتى لحد الان ممكن انها تعيشك في حد مستوى اللي يليق بالتضحيه اللي قدمتي خاصه في ظل هذا الغلاء ديال الاسعار اللي كنعيشوا فيه واش غنقول لك انا دابا بالنسبه ل عده وقفات درنا كاينه وقفه فيها 72 يوم قدام امام جامع السنه مسجد السنه في الرباط الشارع محمد الخامس كاينه وقفه اخرى اللي وقفنا في احدى محطات القطار الرباط اللي هي فيها 272 يوم بالليل بالنهار ما استجبنا حتى واحد اما من ناحيه التغطيه الصحيه اللي قلتي وداكشي نجاوبك عليها التغطيه الصحيه عندنا لاميتيال لاميتيال بحالنا بحال يعني ولكن النهار اللي جينا قال لك راه حنا كنسالوك في لاميتيال تخلص قد وقد باش ترجع لك باش ترجع للصندوق مي انا 25 عام ما كليت اسبرين ما خديتهاش انت كتقطع ليا وملي نجي نخلص هي كاينه الاشياء اللي ضراتنا ولكن تنقول انا بالنسبه للمسؤولين انا كنشكر هذوك الناس اللي خدمنا معنا الاولين اللي خدمنا واحد الريفورم تعاوننا شويه مع نقول لك انا الخلاص ديالي انا دابا 32000 ريال الشهر ندير بها كورده
بزائد الريفورم فيه واحد شويه، واحد الريفورم هو اللي تيعاوني، زائد شي عنده الكريمه شي ما عندوش، شي عنده الارض شي ما عندوش، ملي غادي يولي ولدي انا يشوف صاحبي بالكريمه ديالو ويقول لي با الوالد واش هذاك السيد عنده الكريمه كان خدام يعني للوطن وانت كنت خاين علاش ما عطاوكش؟ يعني احنا عشنا لمن كتحمل هذه المسؤوليه ديال هذا التفاوت اللي كاين وهذا التمييز وهذه المعاناه اللي كتعانيوها اللي سبق لكم عانيتو ومازال كتعانيو؟ انا ما انا اللي كنحمل المسؤوليه هو حاجه واحده، حاجه واحده. النهار اللي جينا جا عندنا القائد الاعلى ديالنا حفظه الله محمد السادس اكادير، وشاف الناس وشافو متالم وقال واحد شي كلام باقي عندنا الان، حنا راه متورخ عندنا عند الاسره كاملين. قال بهذا الحرف ما عمرنا ما نسينا هذه الكلمه هذه ديالو، دخلت عندنا فرحه واخا ما يعطيونا والو الدوله معليش. قال بان كل شيء غادي نعوضوا لكم الا حاجه واحده ما نعوضهاش لكم هو الشباب ديالكم، ما عمرنا ما نسوا هذه الكلمه هذه. عرفتي شنو ورد دابا؟ يعني الملك محمد السادس عطى تعليماته ولكن ما طبقاتش. فوالا التعليمات ديالو عطاها بانه هاد الناس قال بالحرف قدامنا هاد الناس خاص ما تبقاش شي حاجات عندهم ضرهم. ايوا بحيث دابا انا بالنسبه لي انا مثلا نمشي غير المقاطعه نصب ورقه اهانه، نصب الهيل، نصب كذا الهيل، بلاتي سير جيب كذا، سير جيب كذا، سير جيب ما عندناش يعني شي حاجه اللي كتشوف. حتى 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 دوك المرتزقه اللي ليه، اقسم لك بالله الا هذوك المرتزقه اللي ليه الا كانوا المحابس هربوا منه من النص بالتوعيه، ما كاينش اللي غادي يخلص هاد المحابس اللي جاوا للوطن، والله ما كيخلصهم الا الله. النص في هذوك المرتزقه يعني كنتو والله الا كان تيقول له تيقول له شوف انا جندي مغربي والديا كيتخلصوا عندي الخلاص رجعت بخير، ما رجعت شيء بخير، انا مضحي على وطني. اما انت ما مضحي ما عندي عندي غتبقى هنا 40 عام اخرى ما غادي والو ما غادي تبقى الاهل. تيقولوا سير الوطن غفور رحيم الملك. انا نقول لك بانه اخوان كانوا معنا لهي مسؤولين ديال البوليزاريو، مسؤولين راه تيعرفوهم الاخوان اللي كانوا معايا مسؤولين كبار، وهربوا وجاو للبلاد. وملي جاو للبلاد يعني كتقول ان كان بعض اللي باغي غير شي واحد يدفعو باش يرجع ويتراجع على هذاك الشيء اللي كان دفعوا، ماشي دفعوا دفعوا بكذوب ولا تدفعوا بحقيقه، لا شهاده اللي واقع شهاده ترجع لي عقله كيف شهاده اللي يعني ملي غادي نشوف انا مثلا انا بلا ما نسمي سميات لان نجي حق اخرى نسميهم مسؤول مسؤول ومسؤول ومسؤولة ومسؤولة. هادو نقول لك انا شي 35 مسؤول كبير ديال البوليزاري اللي جاوا للبلاد، واحد منهم خدا عامل هذا ماشي، وحنا لهيه سقنا الخبر وكنقولوا له فلان ياك فلان كان معكم هنا ياك فلان وتيعطي اوامر عليكم، شوف راهو عامل في قلعة السراغنة وعامل في سيدي قاسم وعاود جا عامل في سطات وردية. شوفوا كجمو لبنت بي انا عاد بلاي بصرا جمع حنا سمينا. المهم عندنا غبا هذا يعني راه الوقيته حد شي هذا مأثر علينا وسمحوا لي ماشي مشكله سي جلالي مقدر الوضع. اما من ناحيه شكون اللي تيحكم واش البوليزاريو ولا الجزائر، الجزائر هي كل شيء. انا كنت في مراكز عسكريه فيها الاسلحه جميع الانواع ديال الاسلحه هذاك الشيء من بعد يعني، وكانوا كيجيو المخابرات ديال الجزائر ويخطوا العمليات ويخطوا العمليات ويخطوا اللي هو فيه ريحه الخيانه منهم تما في هذيك البلاصه كيطرقوا. وكاين موضوع طويل بزاف. انا نقول لك بالنسبه للبوليزاريو هادوك الناس اللي كاين تما مرفحين حتى لاخر درجه مرفحين يعني عايشين في مساواة مادية مرفحين عادي. ولكن كاينين وحدين مغاربة كيبكيو بالليل والنهار وحنا طلعنا اليوم وعرفنا القبائل كاملين القبائل اللي كاين تما
حفظناهم وعرفنا اللغات الحسانية وعرفنا كل شيء مسائل ديالهم، ولكن كاين مغاربة اللي هم مسحوقين، كنتأسف لهم والله إلا كنتأسفوا لهم. وفتنا قلنا المنظمات على هذوك الناس، وكاين الاخرين شبعانين. عمرك شتي دابا كاينين الدول الافريقيه انا جاوا منهم افارقه هربانين من الجوع ومن الويل ومن من الفقر، عمرك سمعتي شي واحد من البوليزاريو حارق؟ مرفحين مرفحين مع راسهم. فنبغيو نختموا الحلقه ديالنا بواحد الرساله اللي توجهها للشباب ديالنا المغربي اللي تشارك معاهم جزء من هذيك الوطنيه، شنو تقول لهم على الوطن ديالهم؟ الوطن ديالهم هذا، هذه نصيحة لكل شاب. أنا الحمد لله ملي كنشوفو تجنيد، ملي كنشوفو تجنيد يعني الشباب كتهطر على التجنيد كنفرحو، وملي كنشوفو عاوتاني الملاعب الرياضية ديالنا فيها الشغاب وفيها ما كنبغيوش. لا بالله علي لك الا هاد الاخوه اللي كانوا معايا، نقطه ديال الماء كيعطيوها واحد القيمه كبيره، لان دازوا مرحله ديال الجوع، دازوا مرحله ديال العطش، دازوا مرحله باش غادي تولي شاب تعطى بك المثال تهرس كراسه وتهرس وتهرس وتهرس. لا هذه نصيحه، ونصيحه يعني كبير للوالدين باش يردوا معاهم البال، والله يحفظهم والله يعاونهم، وكل واحد اللي كيدير خير لهذا الوطن الله يجزيه بخير. وحنا ادينا الواجب ونتمنوا ان شاء الله حنا ما غادي نقولوش الا ما عطاوناش ولا شي حاجه، ولكن رحنا غاديين مع الوقت والله يهديهم. شوفوا فينا وشوف حتى الشباب حتى هو في العمل ديالو، شوفوا له العمل ديالو، ما يبقاش عندنا، رحنا عندنا حساد، رحنا عندنا حساد في هذه البلاد. الجزائر راه لو كان لقات له تمحينا، راه حنا اللي عارفين شنو اللي وقع عندنا، راه كانوا دول اخرى كوبا وزيد غنسميو حنا اللي حنا دوم اللي كنا الهيفتين دوف، عرفنا شكون اللي اعداء الوحده الترابيه ديالنا. وكنا كنتمنوا باش المسؤولين ديالنا يريحوا معنا ويعيطوا على وحدين منا اللي عندهم خبره واللي عندهم، وحنا كل شيء هذوك الناس اللي كانوا في تندوف كلهم عندهم معلومات كافيه على ما تيجرى تما، يريحوا ويتصنتوا لهم ويعرفوا اشنو هو اللي ضد هاد البلاد وحوايج اللي هي حتى الاسلحه اللي كانت. بالله عليا الى الطيارات اللي طاحوا ديالنا في امقالا واحد، امقالا جوج، العمليه فين تشد شنقريحه 632 واحد، الى كلهم سوريين مهم باش كانت تيتيروا. حنا ما غندخلوش في هذا، ولكن اللي كنوجهوا هي للشباب باش يعرفوا بان هاد البلاد راه عليها الحساد، ويعرفوا بان هاد البلاد راه الشباب باش غادي هما اللي غادي تشدوا المشعل بلاصتنا حنا، لا من ناحيه الجنود ولا موظف دوله ولا جندي ولا مد ولا 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 عسك ولا شرطي او دراكي او لا مهم، ثم اللي غادي تشدوا المشعل. ونصيحة لكم هو الوالدين ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله. فنختموا بهذا الرسالة، وما كاينش كلمات أحسن باش نختموا بها حلقتنا اليوم، على أمل أن نتلقاكم مشاهدينا في لقاء جديد مع ضيف جديد وموضوع جديد. بسلام عليكم.